ربنا يخليكي وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب، انت وكل الناس الجميله اللي هيتابعوا حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم واهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. ان شاء الله تبقى سنه حلوه عليك، وان شاء الله دايما نكون كلنا مع بعض وناجحين ونحقق دايما كده اللي جمهورنا دايما منتظره مننا باذن الله، نكون عند حسن ظن حضراتكم دايما. يا رب يا رب. بس ما فيش اي امنيه السنه دي كده، كل سنه بيبقى في امنيه جديده يعني. اتضح في نهايه المطاف ان فعلا يعني الامنيتين هتقولي الرضا بقى والصحه والستر. الصحه والستر اقسم لك بالله والله العظيم، بعد بصي اصل انا خلي بالك وصلت لدرجه من الحكمه بعد ما بلغت من العمر ارزله، اقدر اقول لك الكلام ده بمنتهى الاريحيه. فعلا الصحه والستر ربنا يديمهم علينا جميعا. ومليون يورو يعني يبقى عسل، يبقى عسل، يبقى صحه وستر ومليون يورو، هتعوزي ايه احلى من كده؟ ربنا يبعد يا رب. نبدا بقى مع حضراتكم اول اخبارنا النهارده.